شركة ون بلس تستخدم شاحن قدرته 150 واط، وشركة سامسونج تستخدم معالج من ميديا تك مش من معالجاتها، وفيفو تستخدم أحدث حساس كاميرا من سوني. زمان ما حكيت معكم، زمان ما شفتكم، تعالوا نحكي أخبار تقنية. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار ورحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. أخبار تقنية زمان عملتها صحيح، إن شاء الله بدي أرجع كل أسبوع حلقة بإذن الله تعالى. دعمكم مهم، شكرا جزيلا. ورح أبلش مع شركة الـ IQOO، هي شركة تابعة لشركة فيفو، أعلنت عن جهاز الـ IQOO Z6 Pro، وهذا الهاتف سيطلق في الهند في 27/4. هو من الفئة السعرية 320 دولار. ايش بتقدم بهيك فئة سعرية؟ بصراحة دائما الـ IQOO بتقدم ارقام حلوة كمواصفات كأداء كسعر، واتمنى انها توصل لأسواقها. معالج سناب دراجون 778، شاشة AMOLED 90 هرتز، وغرفة للتبريد خاصة بالمعالج ممكن تنزل حرارة المعالج 12 درجة حسب اقوال الشركة، وبطارية 4700 ملي امبير مع شحن سريع 66 واط، وكله هيك 320 دولار. شو رأيكم بهيك أسعار؟ وهنا خلوني أنتقل لشركة أخرى مش بعيدة كثير، هي المالكة لمين؟ لشركة الـ IQOO، بحكي عن شركة فيفو. شركة فيفو عندها جهاز قادم، الـ فيفو X80 والـ X80 Pro، واليوم بدي أحكي لكم عن بعض مواصفات الـ X80 اللي تسربت. ما بدي أحكي عن نسخة البرو، نسخة الفانيلا. أول شيء، شاشة 6.78 إنش، كثير ضخمة، AMOLED 120 هرتز، مع معالج الدايمنسيتي 9000. هذا المعالج يعني يقارع كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول، تخيلوا يا رعاكم الله. كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل بحساس 1/1.56 إنش، ولكن الحساس من سوني الـ IMX 866، أحدث حساس من سوني. ما بعرف كيف أداؤه، بس إن شاء الله يكون أداؤه رائع. وهون بدي أنتقل على شركة أخرى، هون سامسونج. سامسونج بدها ترجع للسوق الهندي وتكون قوية فيه، فبتقدم أفضل مواصفات عندها، ومرات تحاول تحط معالجات مختلفة عشان السعر، وقدمت الام أو الجالكسي M53. إيش مواصفاته هذا الجهاز؟ تعالوا نشوف الشغلات الغريبة. أول إشي، معالج مش إكسنس ولا سناب دراجون، معالج من ميديا تك الدايمنسيتي 900 بمعمارية 5 نانومتر، شاشة سوبر أمولد 120 هرتز المتعودين عليها من سامسونج، ولكن المرة هاي مش بصمة داخل الشاشة مع أنها أمولد، البصمة جانبية، هذا تغيير جديد صراحة. وفي كاميرا أساسية 108 ميجا بيكسل، وعندنا بطارية 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 25 واط. متوقع يكون سعره في الهند 350 دولار، وهذا نوعا ما منافس في هذا السوق. ونضلنا مع سامسونج وإعلانها عن معالجها الجديد الإكسينوس 1280. هذا المعالج حنشوفه في الـ A53، في الـ A33، في الـ M33. هذا المعالج يحتوي على نواتين رئيسيتين اللي هما من الكورتكس A78 بتردد 2.4، والست أنوية الباقية من الكورتكس A58 اللي هو الإفيشنت أو التي تستهلك طاقة أقل. رح يدعم 5G ورح يدعم تصوير 4K. ومن سامسونج منتقل لهواوي. الله الله، لما كنا نحكي عن هواوي زمان، تذكروا هواوي لما كانت في قوتها؟ هي لليوم شغالة وقوية، ولكن بسوق الهواتف مش نفس القوة أكيد، يعني أنتوا عارفين، ولكن تذكروا زمان كانت هي ترسم الخط لباقي شركات الاندرويد شو يسوي. على كل حال، في تسريب عن هواوي ميت اكس اس 2 فولدبل جديد من هواوي، ما في معلومات كثير بصراحه، ولكن معلومة الأكيدة انه في ب 28 الشهر اعلان في الصين لهذا الجهاز الجديد، يمكن اعلان عن شغلات ثانيه، بس فعليا فولدبل جديد. ايش ممكن يقدم لنا ما بعرف صراحه، بس انا اتمنى نشوف هنج افضل، اتمنى جوده اعلى، اتمنى معالج قوي وكاميرات يعني على مستوى. وهلا بنروح على ون بلس. ون بلس بالعاده لما بتعلن عن اجهزتها بتعلن عن ون بلس برو وبتعلن عن ون بلس العادي اللي هو الفانيلا. السنه هاي اعلنت فقط عن ون بلس 10 برو في الصين، وبعد عده اشهر اعلنت عنه في اوروبا وامريكا، واليوم في تسريبات عن الون بلس 10 لحاله، والميزات اللي فيه والله حلوه. تعالوا شوف المعالج الدايمنسيتي 9000، هذا المعالج حيكون رهيب. شاشه AMOLED LTPO2، يعني راح تتردد من 1 هرتز ل 120 هرتز. البطارية 4800 ملي أمبير، حلوة، ولكن الأحلى الشاحن، شحن سريع 150 واط.
مش معقول صح؟ حسب الشركة رح يعبي هاي البطارية فول من 0 إلى 100% خلال 20 دقيقة. وبنضلنا مع ون بلس، ون بلس تعلن في الصين عن هاتف جديد ون بلس ايس، رح يكون إذا بتتذكروا أوبو ايس. نعم هذا الجهاز هو جديد ولكنه مش جديد، يعني حتشوفه بهيئات مختلفة، ممكن تشوفه بريلمي جي تي 3 نيو 3 نفس الشكل نفس الديزاين، شوية اختلافات داخلية. على كل حال شكل الجهاز حلو، ديزاين جديد مختلف، أنا عجبني شكله. المواصفات: شاشة AMOLED 120 هرتز، كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل عليها Optical Image Stabilization، يعني حنأخذ تصوير حلو. معالج Dimensity 8100، برضو يعني أخبار هذا المعالج تقول إنه معالج قوي، 8100 ماكس صحيح، مش بس 8100، في ماكس كمان في الموضوع. بطارية 4500 ملي أمبير مع الشاحن السريع 150 واط. في الصين السعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا بايت رام $380. عالميا ممكن يشوف هذا الجهاز باسم آخر ون بلس 10 آر، والهند يمكن أول دولة تحصل عليه. وآخر خبر معانا عن شركة أسوس، أسوس أطلقت لابتوب خرافي شكله جميل جدا، ديزاين تبع أسوس مش معقول، كثير حلو الجهاز. هذا الجهاز مش بس لابتوب حلو، لابتوب يحمل أحدث معالج من إنتل الآي 9 بس الجيل الثاني عشر، ومعاه كرت شاشة الآيريس إكس إي تقبل حتى 32 جيجا بايت رام، والشاشة 14 إنش أوليد حلو كثير. ومش بس هيك، تملك تردد 90 هرتز، بالإضافة لشغلة غريبة وجديدة، شاشة أخرى على الكفر، على لما تسكر الجهاز في شاشة 3.5 ميني أوليد. إيش ممكن يستخدموها؟ ممكن تشوف منها مثلا إشعارات، ممكن تشوف فيها البطارية، الساعة، بعض الانيميشن، بس حركة حلوة. هذا اللابتوب رح يبلش سعره $1999. هاي كانت أخبارنا التقنية، أتمنى تكونوا استمتعتوا. لا تنسوا تتابعوني على تيك توك، على إنستغرام، بشوفكم في فيديو قادم، إلى اللقاء.